النهارده جينا نتابع تاني، النهارده جينا نتابع حملات إزالة الإشغالات والمخالفات من حي العمرانية، ومعانا الأستاذ عبد الله نور نائب رئيس الحي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. قول لنا بقى الحملات الإزالة شغالين فيها بقى لكم قد إيه؟ إحنا بقى لنا فترة طويلة شغالين حملات إزالات على مدار اليوم الكامل من 8:30 الصبح لحد الساعة 11 بالليل. بيشترك معنا في الحملة شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالكامل في الحي، بقيادة السيد المهندس محمد موسى رئيس حي العمرانية، وتنفيذا لتعليمات معالي السيد المحافظ ومعالي السيد اللواء علاء الراس نائب محافظ الجيزة. النهارده احنا شايفين ان انتوا امبارح الحملات شغاله والنهارده بتتابعوا بعد ما ازالت الاكشاك، يعني حضرتك ايه المخاطر اللي بتتعرضوا لها اثناء ازاله المخالفات؟ هو طبعا بنزيل احنا الاكشاك اللي هي بتعمل اعاقه في مداخل ومخارج الطرق العامه والفرعيه، خاصه ان هيتم البدء في مشروع مترو الانفاق المشروع القومي، ففي تعديل للشوارع الفرعيه اللي هتربط ما بين شارع فيصل وشارع الهرم، وده شارع سهل حمزه احدى الشوارع اللي داخله في تسهيل عمليه الازدحام المرور في فيصل الهرم اثناء شغل المترو. فكان موجود حوالي كشكين كبار على مدخل شمال شارع سهل حمزه، واحنا كنا اخترناهم مره واثنين وثلاثه واربعه بتنفيذ الازاله على نفقتهم الخاصه ان هم يشيلوا الكلام ده، فبالتالي هم ما اشتغلوش وما شالوش. فنزلنا امبارح زلنا ازاله كامله لعدد 2 كشك بقالهم فتره طويله عاملين اعاقه في مدخل شارع سهل حمزه، وخاصه ان شارع سهل حمزه برضه بيتعاد له رصف وانشاء الرصيف اليمين والشمال، فكان لازم الكشك دي تشال. حضرتك الخطه يعني النهارده بقى، ويعني الخطه اللي انتوا هتنزلوها الشوارع ايه اللي هتنزل تام لازاله الاشغالات؟ هو طبعا تنفيذا لمعالي السيد المحافظ ومعالي السيد اللواء علاء الراس نائب المحافظ ومحمد بيه موسى رئيس حي العمرانيه، ان احنا هناخد شارع الهرم والمريوطيه ما بين فيصل والهرم وشارع فيصل حتى نصر الدين. شكرا. تحت امرك يا فندم ونورتوا حي العمرانيه.